السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي، ما سؤالك؟ يا شيخ معلش، أنا كنت عايزة أسأل. أختي زوجها رافض إن هي تشتغل بسبب الاختلاط. طيب، هي صيدلانية وبتضطر إن هي تبيع، تختلط بالرجالة يعني وكده، فهو رافض الموضوع ده، بس هي محتاجة الشغلانة دي. عفوا، هي اشترطت عليه عند عقد النكاح أن تعمل؟ لا، لم تشترط علي. أيوة. إذا الزوج يكفيها في معيشتها كمثيلاتها أو لا يكفيها؟ هي يكفيها، بس هي بتقعد فترات كبيرة في البيت لوحديها، والموضوع ده بسبب أنا لها مشكلة. بسألك بس أسئلة، جاوبيني عليها بس. هو نعم، مكفيها. مكفيها في فلوس، ولم تشترط عليه عند العقد أن تعمل. نعم، القول قول الزوج، فإما أن تحل مشكلتها ولا القول قول الزوج. شكرا يا أختي سمسم، كانت اشترطت عليه وحلت مشكلتها قبل، هو ثم أنه ذكر اختلاطا أن تختلط برجال في المستشفى يا أختي سمسم، والرجل غير على دينه وغير على عرضه، تختلط بالصيدلي في الصيدلية وتتم البلايا.